السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ شاكم طيبين؟ معاكم يوسف. فيديو اليوم إن شاء الله هو الفيديو الختامي للعبة تيراوي. طبعا اللعبة شوي يعني للأسف يعني نوعا ما ما عطوها حقها، يعني خصوصا في الجانب العربي ما حد غطى يعني تروفيات بشكل كامل وشامل، وأنا بديت يعني بالتروفيات يعني سابقا، فما حبيت يعني اقطع شغلي واوقف، فبغطي ان شاء الله اليوم اخر التروفيات الصعبة وراح اختم باذن الله بالبلاتينيوم. طبعا التروفي اللي بغطيه يعني الاساسي او التروفيات اللي بغطيها بشكل اساسي يعني الفيديو اليوم، التروفي الاول اللي هو هذا دوبر جينجر، يقول لك تيك ا فوتو اوف اذر ماسنجر، يعني صور ماسنجر ثاني غيرك. يمكن يفوت بعضكم، فعشان كذا يعني خصصت له فيديو او ارفقته من ضمن فيديو اليوم. الفيديو الثاني ايضا قابل انك تنساه وتعديه وانت ما تدري، اللي اسمه ايكونيك. طبعا التروفي هذا الصراحه يعني في نوع يعني من ال زي ما تقول من الفكاهه، يقول لك ارسم تروفي وراح يعطونك اللي هو التروفي هذا، يعني ارسم تروفي ويجيك تروفي. في تروفي ثالث واللي هو اعتبره يعني الاخير في فيديو اليوم، اللي هو يلو هيد، يقول تيك ا فوتو اوف يلو هيد. طبعا الفيديو هذا او التروفي هذا حق يلو هيد يمكن يدخل في الفيديو يمكن لا. لو كان التروفي هذا تبع القصة يعني اجباري انك تجيبه فما راح اغطيه، لو كان التروفي قابل انك تنساه او تعديه راح ارفقه ان شاء الله في الفيديو هذا، وايضا راح اختم باذن الله بالبلاتينيوم، يعني راح اضيف البلاتينيوم باذن الله في فيديو اليوم. فعشان ما اطول عليكم خلينا نبدا في التروفي اللي هو دوبر جينجر وايضا ايكونيك اللي التروفي هذا وهذا. طبعا الشابتر شابتر ذا تير، تختار شابتر ذا تير. طبعا انا الان في اول تشيك بوينت، هذا اول تشيك بوينت راح توصله. كل عليك انك تحذر من هنا. ولك يعني الخيار انك تصور الماسنجرز اللي تشوفهم فوق في الهواء. طبعا انا طحت للاسف، لازم اعيد من جديد، احذر من جديد. اطيح ثانية بس. المقصد من التروفي دوبر جينجر يقول لك يعني صور اي ماسنجر تشوفه في الهواء. في واحد هنا في الهواء بس انا بعيد، بس انا ما ابي اصوره، في واحد ثاني افضل منه يعني من مكان. ف الله، المشكلة تعتمد هي على اليد، لو تلف اليد كي على الخفيف على طول يلف معاك. اوكي تحذر من هنا، في عندك ماسنجر شوفه واقف هنا، هذا هو، عطى صورة وراح يجيك تروفي بإذن الله. الحين نجيب اللي هو التروفي الثاني اللي هو ايكونيك. طبعا تكمل طريقك من هنا عادي، المشكلة ذي اكرهها لان لما تحرك اليد بشكل غلط تجيب العيد. طبعا هنا تروفي ايكونيك. طبعا الحين يقول لك ارسم تروفي، طبعا بحكم اني برسم تروفي فيعني انا اسف على رسمي القبيح مقدما، اني رسمي سيء في اللعبة، فخلنا نرسم الحين نشوف هل هم بيدققون مرة على التروفي ولا لا، او على شكل التروفي. بسم الله، نخليه ذهبي، تروفي ذهبي، مع انه هو اصلا برونزي بس بخليه ذهبي. والله تروفي قبيح شكله بيكون، لك ما في مشكلة عادي. ايوه كذا بس، والله التروفي حقي بيكون قبيح القبح. اوكي راح يدقق يا عيال، يعني الوضع شوي سهالة يعني. بسم الله. طيب الحين كذا، ايوه طبعا لو ترسم اي شكل ترى يعني نفس الهدية الزرقاء بتنفتح لك، لكن ما ادري عن التروفي نفسه يعني.
هل هو بيطلع لك ولا لا؟ ايوه بس خلاص تمام. الحين نروح لا نجيب العيد، نجيب العيد، نجيب العيد، نجيب العيد. في مشكلة، بس تقام فوق هنا. ايوه ايوه خلاص. وجب له التروفي كويس. الحين نجي للتروفي الثالث اللي هو تروفي يلو هيد. طبعا ذكرت انه لو كان التروفي تبع القصه ما راح اغطيه لانه ما بيحرق على احد، لكن للاسف تروفي يعني لازم انت تجيبه وانت تسعى له. طبعا انا توني خاتم اللعبه وجبت 100%، فهذا يدل على ان تروفي ما له علاقه بالقصه ولازم انت يعني تجيبه. عموما تروح التشابتر اللي هو ذا ديزرت، لو التشابتر هذا طبعا لما توصل للتشيك بوينت الثاني كل عليك يعني تتبع الطريق لين ما توصل المكان اللي بوصل انا الان. طبعا موقعه وهو نفسه ذا يلو هيد عباره عن ايستر ايج صغير، ومكانه اصلا مو واضح مره. ف طبعا هذا التشيك بوينت الثاني للي ما يدري. طبعا بقي لي تروفي واحد واجيب البلاتينيوم، فبمشي معاكم انا الان. طبعا ده الشلال ذا دايما اجيب فيه العيد، ما شلون عديته. ولكن يلا طبعا مكانه هو جدا واضح، حتى اني انا ما انتبهت له مع اني جايب يعني الشابتر هذا 100%، ومع ذلك ما انتبهت له ابدا. توقعتها يعني بيكون تروفي تبع النهايات او بيكون في نهاية الشابترات، لكني خلاص جبت 100% في كل الشابترات، فاكتشفت اني فوتته بالغلط. عموما انزل من هنا ورق من هنا عند السنجاب الفلة هذا، ثم نطلع الكاميرا. طبعا التروفي يقولك صور اليولو هيد، طلع الكاميرا وحط زوم عالي الوسام تحت، بحاول اقرب. هذا هو قدام وجهي، طبعا بصوره بيطلع لي البلاتينيوم. نقول بسم الله. هذا التروفي وهذا البلاتينيوم. اعتذر عن اطالة الفيديو. لو عندك اي سؤال اي استفسار عن اي تروفي اطرحه في الكومنت. هذا نهاية الفيديو. إن شاء الله استفدتوا شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.